السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في حلقة اليوم. إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم واحد الغريبة بالمكسرات اللي كتجي لذيذة زوينة كيصوبوها الناس زمان. غادي نحتاجوا لهاد الغريبة هذه إن شاء الله بإذن الله المقادير التالية. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندنا المكسرات، عندي واحد 100 غرام ديال الكاوكاو و100 غرام ديال اللوز و50 غرام ديال الزنجلان اللي حمصتهم من قبل في الفرن، حمرتهم مزيان مزيان وغادي نهشيهم هنا، يعني غادي نرجعهم مهرمشين. وملي تديروهم مهرمشين حاولوا ما امكن انكم تديروهم رقاق، ما يجوش طريفات غلط. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب اللي مقطع، واحد القبيصه ديال الملح، كاس ديال الزيت نباتي، ربعه ديال الزبده، ربعه ديال السكر ثقيل اللي يكون مخلط بالنشا، عندي كذلك واحد جوج اكياس سكر، جوج اكياس خمارات وسكر فانيلا، وكذلك الدقيق حسب الخليط. اول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ المكسرات غادي نطحنهم ونزلهم على جنب. كيف كتلاحظوا معايا انا كسيتهم بهذا الشكل، هذا خليتهم مهرمشين رقاق، غادي نزلهم على جنب. بغيتو تعملوا كميه اكثر ممكن انكم تعملوها اكثر، انا فقط اكتفيت 100 غرام كاوكاو، 100 غرام لوز و50 غرام ديال الزنجلان. كذلك اللي بغى يعمل القرقع ممكن. غادي ناخذ واحد الاناء، اول حاجه غادي نعمل الزبده. هاد الزبده النباتيه اللي عندي انا، اللي بغيتو تعملوا زبده حيوانيه عملوا غير نص رابعه، الا عملتوا زبده حيوانيه عملوا نص رابعه وعملوا معها غير نص كاس ديال الزيت. انا يعني اكتفيت بهاد الزبده النباتيه، عملت معها كاس ديال الزيت كي فيه 150 ملي. هاد لابواط ديال الزبده كتوزن 250 غرام. غادي نعملها كامله هنا في الاناء، حتى هي كتجي زوينه في الحلويات. غادي نضيف ليها كذلك واحد ثلاثه ديال المعالق، ثلاثه المعالق ديال السكر الثقيل. هاد السكر الثقيل كيف قلت لكم في الاول، يعني ملي كتمشيو تشريوه ما كتاخذوش السكر اللي كيكون حلو بزاف، ضروري كيكون مخلط بالنشا، يعني نوعيه مزيانه. غادي نستخدم واحد ثلاثه المعالق حتى الاربعه يكونوا متوسطين، وغادي نبدا نخلط الزبده جيدا حتى نحصل عليها بوماد. ودائما الزبده تكون عندكم بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفوا هاد الزيت شويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى نحصلوا على الخليط ديالنا على شكل كريمي. كيف كتلاحظوا معايا صوره واضحه جدا. من بعد غادي نضيفوا المكسرات ديالنا، اولا قبل غادي نضيف داك الكيس ديال السكر فانيلا، وغادي نخلط مزيان مزيان. وواحد القبيصه ديال الملح ضروري، حيت الملح كيعادل لنا الذوق في الحلويات كامله اولا حتى في الكيك. ونخلطوا مزيان مزيان العناصر كلها، ونضيف هذوك المكسرات اللي عندي. ضيفوها يعني الدفعات شويه بشويه، كما انه يمكن لكم تعملوا الجزء الثاني كامل مره واحده وتخلطوا. هاد الحلوه على فكره كتجي هائله، رطبه رطبه بزاف وزوينه بلا قياس. ومن طبيعة الحال عملناها بمناسبة العيد المولد النبوي، الله يدخله بالصحة والسلامة وعواشركم مباركة. غادي نضيف كذلك هاد المعلقة كبيرة ديال الزبيب اللي قطعته من قبل، الا بغيتو تستعملوا الزبيب كثر يمكن ليكم، انا اكتفيت بمعلقة كبيرة فقط باش ما تجينيش هاد الحلوة حلوة بلا قياس. صافي نخلطوا العناصر كلها جيدا، ونبدا نضيف الدقيق.
يعني الدقيق غادي نضيف نضيفه كذلك دفعات الكمية الأولى، ونضيف عليها من طبيعة الحال الأكياس الخميرة، عاد نكمل الكمية الثانية. بالنسبة للدقيق احتاجيت 700 غرام، يعني ما يعادل 5 كؤوس عنبة ديال الدقيق الأبيض الممتاز، من الأحسن يكون خاص بالحلويات. أنا فقط غنضيف غير بالملعقة شوية بشوية وأنا كنخلط. ومن طبيعة الحال عندي هاد الدقيق منخول جيدا باش ما كيعملناش هذوك الحبيبات في وسط الحلوة ديالنا. نبقى نضيف شوية بشوية، وانا كنخلط. كيف كتلاحظوا في الدفعه الثانيه اللي غادي نضيف، غادي نضيف معاها كذلك واحد جوج الاكياس ديال الخميره اللي كتوزن 7 غرام. صافي، نحاولوا ندخلوا هاد الاكياس ديال الخميره جيدا في الحلوه ديالنا، دمجوهم مزيان مزيان مع بعضهم. وحنا كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي هو متجانس، ما يكونش رطب بزاف وما يكونش قاصح بلا قياس. انا غادي نوريكم القوام ديالو في الاخير. انا هاد القياس اللي منزله حدايا ديال الدقيق هو كيلو، ولكن احتاجيت منه فقط 700 غرام. هي واحد نص كيلو و 200 غرام. من بعد ما خلطنا المكونات كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. انتم كتشوفوا العجين كيتجمع ليا بواحد السهوله في يدي. عندي لطات الفرن هنايا اللي عملت فيها البابي، وهنايا هذا التبصيل كيف كتشوفوا عملت فيه واحد شويه الدقيق، وعندي كذلك نتاف اللي خليته خاص بالمطبخ. غادي نبدا نعمل من العجين ديالي كويرات، يكونوا ما هما كبار ما هما صغار، بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. ما تقرصوهمش بزاف عاوتاني يجيو رقاق. حصل عليهم بهذا الشكل هذا. غادي ناخذها غناخذ نتاف نعملو في الدقيق، اولا اللي عندكم الطابع يمكن لكم تستعملوا الطابع، انا فقط اكتفيت بهذا النتاف عندي خاص بالمطبخ. وغادي نبدا نعمل فيها الزواقه بهذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا في الصوره، في الجوانب بحال الا كنقرصها من الجناب، وكذلك بحال الا كنقرصها من الفوق باش كتعطيني هذوك الحفر من الفوق اللي باش كنفندوها في السكر الثقيل كيبقى لاصق فيها، في دوك الحفر كيبقى لاصق السكر الثقيل. اي زواقه عملته ممكن. انا نمشي بهذا الشكل هذا الحلوه ديالي كلها، طريقه مبسطه سهله جدا ما كتطلبش مجهود كثير. انتما كيف كتجي مزوقه من الفوق ومن الجناب. غادي ننزلها في لاطات الفرن، وغادي نعمل وحده اخرى قدامكم بنفس الطريقه. ما تقرصوهاش بزاف، صافي. ومدا نقرصها من الجناب، ندير فيها كذلك نرشمها من الفوق بهذه الطريقه هذه، وننزلها في لاطه الفرن ونخلي واحد المسافه ديال اسبوع بينها وبين الاولى باش ما يتلصقوش. من بعد ما نزلنا الحلوه ديالنا في اللاطه كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. درجه حراره الفرن 180، شعلت عليه من الفوق ومن التحت خليته حتى كيسخن، عاد نشعل عليه غير من التحت، نخلي الحلوه ديالنا حتى كطيب من التحت تحمر، وعاد نشعل عليها من الفوق نخليه اللون ديالها يولي ذهبي فقط، ونرجع نكملوا العجين ديالنا في لاطه اخرى. خليكم معايا. من بعد ما طابت الحلوه ديالي كنحصل عليها بهذا الشكل هذا، كتجي اللون ديالها ذهبي زوينه، وداك الرشمات اللي درنا فيها من الفوق كيف كتلاحظوا معايا هما باينين من الفوق من الجناب، كتجي زوينه بزاف بزاف محمره. يعني ما خليتهاش حتى تحرقات،
خصنا نحصلوا على هذا اللون هذا. دابا غادي يعني نزلتها كامله، جاتني فيها 70 حبه بالضبط بالقياس ديال 700 غرام الدقيق. غادي ناخد هذا السكر الثقيل، غنزل منه واحد 3 الملاعق في الطبسيل. ما غاديش نستعملوا السكر، يعني نفندوا الحلوه في وسط السكر باش ما نضيعوش. فقط غادي ناخد واحد الصفاي وغادي نعمل فيه السكر، وغادي نبقى ندردر عليه من الفوق باش ما نضيعوش السكر كامل. بحال هكا غادي نبقى ندردر على الحلوه ديالي من الفوق، ومن بعد نبقى نهزها ونفندها في داك الطبيصيل اللي عملت فيه غير 3 المعالق، نفندها من التحت. يعني كل شيء واضح كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. طريقه جد سهله وما كتطلبش مجهود كبير. هانتوما غادي ناخد ونفندها في داك الطبيصيل بحال هكا، وهكذا كنكونوا حافظنا على السكر ديالنا ما ضيعناهش كامل. صافي، ونبدا نرتبها في الطبسيل اولا في طبق التقديم اللي بغيتو. غنستمر بنفس الطريقه، وانايا كندردر عليهم السكر من الفوق بالصفاي، وكنفندهم في داك الطبيصيل من التحت، وكنستفهم في الطبسيل. بعد ما كملت الحلوه ديالي كنحصل عليها بهذا الشكل هذا، كتجي جميله في المنظر، غزاله بزاف بزاف كيف كتلاحظوا معايا، كتجي هائله وكتجي من طبيعه الحال بنينه ولذيذه وهشه، كتجي رطبه بزاف بزاف. هذه هي الحلوه اللي كانوا كيعملوا الامهات ديالنا زمان، حلوه المكسرات او حلوه الخليط. انا غادي نقطع لكم شي وحده باش تشوفوا. هانتوما كتجي رطبه بزاف بزاف، كتفتت كتذوب في الفم كيف كتلاحظوا معايا. كنقول لكم احبابي بالصحه والراحه، ما تنساوش تدعموني بلي لايك، تشتركوا في قناتي قناه نبيله استريلا باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنقول لكم ما تنساوش تجربوا هذه الحلوه، راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما غاديش تشبعوا منها. وكذلك دوك المكسرات اللي كتكون فيها فيهم فائده كثيره بزاف بزاف، وما كتجيش حلوه بلا قياس. وكنقول لكم جربوها غادي تعجبكم انا متاكده، وان شاء الله نتلاقاو في شي وصفه اولا شي شهيوه جديده.